تعالى برضو ايه نمسي على الكابتن الكبير كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور معانا ابطال، ودايما البينج بونج او تنس الطاوله مليانه ابطال في مصر دلوقتي. ربنا يخليك، ازيك يا استاذ كريم؟ وطبعا انا ببارك طبعا محمد وليد عزام، وببارك لمروان جمال، وبقول لهم يعني كنت عند حسن الظن، والحمد لله ان كان النهائي مصري خالص، وطبعا مباراه كانت قويه جدا. بس قبل ما يلعبوا مباراه مع بعض هما الاثنين، هما كان مسيرتهم جميله جدا جدا في البطوله. ايوه، وحققوا يعني فعلا احنا كنا نفسنا ان هما يوصلوا للمرحله دي، وفعلا وصلوا لها الحمد لله. عظيم جدا. طيب انا عايز اسالك الاول على البطوله بنفس يعني بصفه خاصه، وتنظيم هذه البطوله في مصر، وانا سمعت انها كانت منظمه باعلى مستوى، وعرفت كمان انه كان في مشاركات عديده من دول عديده، رايك تشرح لنا اللي حصل في البطوله الاول؟ والله في الحقيقه البطوله ديت بتبقى ضمن الاجنده الدوليه كل سنه، ان مصر بتبقى في شهر 10 لها بطوله مصر الدوليه للناشئين والناشئات. يمكن حضرتك تعرف الاعمار بتاعتها تحت 11 و13 و15 17 و19 سنه، يعني خمس ايفنتات، خمس مسابقات بتبقى قويه جدا. يمكن احنا بيرجع اختيارنا في شهر 10، احنا عارفين دايما في احتفالات اكتوبر العظيم وكده، فبناخد ان شهر 10 ده بيبقى شهر كويس بالنسبه لاحتفالياتنا في مصر. والحقيقه في الاجنده الدوليه دلوقتي بقوا كمان، يمكن عشان التنظيم الكويس اللي كان في البطوله واللي قبلها، بيحاولوا ان يخلوا بطوله الرجال برضو والسيدات بعد كده تبقى في بطوله في مصر. البطوله كان فيها 22 دوله، 22 دوله كانوا يمكن من جميع القارات، وكان فيها 358 لاعب ولاعبه. بتعتبر البطوله دي كانت من يوم 24 ل 30 من هذا الشهر، اللي هو كان اخر يوم النهائي امبارح. الثلاث ايام الاولانيين كانوا للبنات اللي من 24 و25 و26، بعد كده كان الولاد في يوم راحه 27، وبعدين 28 و29 و30 للولاد. اليوم الراحه ده احنا خلينا فيه يبقى الفرق الجايه من بره، الفرق الاجنبيه، كنا عاملين لها بعض الرحلات، الاهرامات، خان الخليلي، قريه المعز، عشان يشوفوا الاثار بتاعتنا برضو، ويشوفوا الحاجات اللي هم ما شافوهاش قبل كده. وفي الحقيقه كلهم اسدوا، حتى الحكام الاجانب كلهم طلعوا في الرحلات دي. عظيم جدا. الحمد لله، يمكن التنظيم زي ما بتقول حضرتك البطوله احنا بنعتبرها نجحت فنيا وتنظيميا. فنيا من حيث النتائج، ان مصر فازت بالبطوله في ظل وجود ال 22 دوله، واحنا خدنا الحمد لله المركز الاول، وكان ورانا الهند. بعد كده الناحيه التنظيميه، يمكن احنا شاركنا في التنظيم كان بالاشتراك مع وزاره الشباب والرياضه، وطبعا كان في متابعه مستمره من الوزاره، وعلى راسها طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي فعلا ما بيبخلش على الاتحاد، ودايما داعم للاتحاد ومساند له. صحيح. ايضا بالنسبه برضو للجنه الاولمبيه بقياده المهندس هشام حطب، برضو نفس الوضع، برضو دايما برضو بيبقى فيه اهتمام وفي تساؤل، لكن الحمد لله رب العالمين الاتحاد قام بواجبه تماما نحو كل الدول اللي جت. عظيم. وكل الناس اشتغلوا، كل اللجان اشتغلوا، والحمد لله رب العالمين. انا بقول لحضرتك ان يمكن البطوله ديت تعتبر اعداد قوي لبطوله العالم اللي هتبقى في تونس الشهر القادم ان شاء الله. والبطوله دي هتكون فيها تحت 17 و19، وهيمثل مصر فيها برضو ولاد وبنات ان شاء الله باذن الله. عظيم. عايز اهنيك كمان على هنا جوده النهارده، بطوله ايطاليا الدوليه. وانجازها النهارده والفوز بالبطوله. والله الحقيقه هي سافرت ثاني يوم ما خلصوا من البنات عشان راحت ايطاليا. ولما النهارده هي فازت من النهارده يعني بالبطوله تحت 17 سنه. وبكره ان شاء الله هتلعب بقى تحت 19 سنه. يعني لسه هتنافس بكره كمان تحت 19 سنه. ان شاء الله باذن الله. هايله جدا ما شاء الله، ربنا باذن الله باذن طيب. الله. طيب السؤال اللي جاي، اللي جاي طبعا. ايه بقى؟ يعني اللي جاي احنا شفنا الاولمبيات الماضيه عمر قصر والاداء اللي عمله لاعبين المصريين، الاسماء احنا دلوقتي بقينا نسمع اسماء مشاهير. صح. في تنس الطاوله طموحنا عالي، يعني بعد ما كنا بنتعامل مع اللعبه ان هي لعبه موجوده في مصر بس ما عندناش ابطال كبار فيها، دلوقتي طموحنا عالي، يعلى ولا نهدى شويه؟ لا مش هنهدى ان شاء الله، مش هنهدى. طيب طموحنا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. يمكن زي ما انت قلت احنا اخر اولمبياد واخدين فيها الخامس،
عمر عصر خامس اولمبياد طبعا. ودي برضو كانت حاجه مش متوقعه يعني احنا لكن الحمد لله طبعا يمكن ربنا كرمنا بالمركز ده. اخر بطوله افريقيه برضو في اللي كانت في الجزائر مصر فازت بجداره وباستحقاق. البطوله كانت 7 ميداليات ذهب خدنا فيهم 6 ذهب مقابل واحده بس النيجيريا. طيب الاولمبياد كانت بطوله مصر للناشئين والناشئات اللي شارك فيها برضو وليد ومروان برضو مصر فازت بيها وكانت في تونس. يبقى كده الناشئين والناشئات ورجال وسيدات. قبلها بطوله العرب مصر مكتسحه بطوله العرب في برضو في كل الاعمار. فالحمد لله احنا يعني البحر الابيض المتوسط. انا بس اللي عايز اعرفه دلوقتي الاولمبياد اللي جايه هناخد ميداليه؟ بص ما اقدرش اوعد بكده طبعا ولكن احنا بنعمل اللي علينا وماشيين بخطى الحمد لله ثابته ودايما في تقدم وان شاء الله باذن الله اكيد هنوصل في مرحله ان احنا فعلا نلعب على الميداليه. لكن اللي انا بقوله دلوقتي ان انا ما اقدرش اوعد طبعا بميداليه والا اكون يعني ما يعني مش هقول لك ان ده مش متوقع او كده لكن هي صعبه طبعا. لكن كل اللي اقدر اقوله ان اهم حاجه الاول ان احنا نتاهل التاهل الكامل لدوره باريس ان شاء الله. ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله يكون برضو اكبر عدد زي المره اللي فاتت. احنا دخلنا في الدوره اللي فاتت طوكيو بالعلامه الكامله ان شاء الله. برضو باريس ان شاء الله يكون ده الطموح الاول. بعد كده نشوف الطموح اللي بعده باذن الله ان شاء الله. كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبهنيك على كل هذه الانجازات في الفتره الاخيره اللي اطلنا في تنس الطاوله.